سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الأعزاء إلى حلقة جديدة من برنامجكم حديث الصحافة، والذي نسلط الضوء فيه على ما جاء في المواقع الإلكترونية وفي الصحافة العربية، ونستعرض بعضا من مقالات الرأي والتحليل ومنشورات ناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر. والبداية من عناوين الموقع اليمني المصدر أونلاين. المصدر أونلاين: ضحايا جدد في تعز وشبوة، حمى الضنك يواصل حصاد أرواح اليمنيين مع استمرار الحرب. تظاهرة في تعز تطالب بوقف انهيار الريال وإقالة الفاسدين. القوات الحكومية تحرر موقعا استراتيجيا بمنطقة الكدحة غرب تعز. معارك عنيفة بمشاركة الأباتشي بعد صد هجوما للحوثيين على القوات المشتركة بالحديدة. مربرس: عمليات هروب واسعة من العاصمة صنعاء وبشكل مخيف. اليمني: مستعدون للذهاب أبعد من جنيف. التحالف يعترض صاروخا باليستيا أطلقته الميليشيا باتجاه المملكة. قوات الجيش تأسر عددا من مسلحي الميليشيا بتعز. سلطات مارب تلاحق التجار المتلاعبين بالأسعار وتشكل لجان لمراقبة الأسواق. التغيير نت: صعدة، مصرع وإصابة 400 حوثي بينهم إيرانيين ولبنانيين في معارك ضارية بمران. ترحيب أمريكي بتحمل التحالف مسؤولية حفل الضحيان وإشادة بريطانية بسرعة التحقيق. ألوية العمالقة تقفى إمدادات الحوثيين جنوب الدريهمي. عدن: لليوم الثاني استمرار قطع الطرقات الرئيسية بعدن احتجاجا على التدهور الاقتصادي. الصحوة نت: ميليشيا الحوثي تختطف 8 مواطنين في إب. حجة: الجيش تقدم شرق حرض والطيران يستهدف اجتماعا لقيادات الحوثيين في مستبى. أحزاب تعز تطالب بوضع برنامج تقشفي وتحذر الشرعية من تجاهل الإصلاحات الاقتصادية. الصاروخ رقم 186، دفاعة المملكة تعترض باليستي حوثي في سماء جازان. لندن تحث على ضرورة حماية المدنيين في اليمن. وكالة سبأ: مدير مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان يصل عدن. الدفاع الجوي السعودي يعترض صاروخ باليستي أطلقته الميليشيا باتجاه أراضي المملكة. مصرع وإصابة 400 من عناصر الميليشيا بينهم إيرانيين ولبنانيين في معارك ضارية بمران. رئيس الأركان يتفقد الخطوط الأمامية بمحافظة البيضاء. ارتفاع وفيات حمى الضنك إلى 7 حالات وتحذير من تفشي الوباء لكافة المديريات. الجيش الوطني يحرر مواقع جديدة في جبهة الكدحة غربي تعز. العاصمة أونلاين: ميليشيا الحوثي تواصل إقصاء الكوادر التربوية واستبدالهم بآخرين من أتباعها. ناطق التحالف: الحوثيون متورطون بتجارة المخدرات بالتعاون مع حزب الله. حجة: الجيش يضبط 275 كيلو من الحشيش كانت في طريقها إلى السعودية. تعز: الجيش يحرر نقيل الكورة بالكدحة جنوب غرب المحافظة. سبتمبر نت: اعتراض صاروخ باليستي أطلقته الميليشيا الحوثية باتجاه جازان. ممثل قوات التحالف العربي في جبهة البيضاء يزور الصفوف الأمامية للجيش بالملاجم. مصرع وإصابة 400 من عناصر الميليشيا بينهم إيرانيين ولبنانيين في معارك ضارية بمران. قوات الجيش تحرر مواقع جديدة في جبهة الكدحة غربي تعز. ومن المواقع الإلكترونية اليمنية إلى الصحافة العربية، والبداية من الوطن السعودية. الوطن السعودية: إلغاء 13519 أمر استهداف لحماية مدنيي اليمن. البرلمان العربي يثمن مواقف قيادة التحالف حول صعدة. قوة الشرعية تتوغل في صعدة وتحاصر معقل الحوثيين بمران. الشرق الأوسط: التحالف يرحب بموقف الحكومة اليمنية الرافض للتقرير الأممي. الدفاعات السعودية تعترض الباليستي 186 لميليشيا الحوثي. إجراءات يمنية لإنقاذ العملة وسط استمرار الاحتجاجات الشعبية. العربية نت: السعودية تعترض صاروخا حوثيا أطلق باتجاه جازان. صعدة: مقتل خبراء إيرانيين وعناصر من حزب الله. إلى مقالات الرأي والتحليل، والبداية من مقال نشره موقع الشرق الأوسط للكاتب السعودي عبد الله العتيبي، تحدث فيه عن دور الأمم المتحدة المشبوه تجاه اليمن. منذ بدء عاصفة الحزم في اليمن وقيام التحالف العربي بمواجهة التغول الإيراني هناك وضرب الإنقلابيين الحوثيين وميليشياتهم المسلحة، وأدوار الأمم المتحدة ملتبسة تجاه استيعاب الأزمة وأبعادها والضرورات التي دفعت إليها. ينطبق هذا على دور المبعوثين الدوليين من المغرب جمال بن عمر إلى الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد
وصولا إلى البريطاني مارتن غريفيث وكذلك بعض المؤسسات التابعة للمنظمة الدولية. كان آخر ما يمكن تسميته بالقصور في تصور الأزمة والقصور في فهمها من قبل المؤسسات التابعة للأمم المتحدة تقرير خبراء حقوق الإنسان الذي صدر الأسبوع الماضي، يتبنى شبه كامل لكل افتراءات ميليشيا الحوثي الإيرانية وتغاضي مخجل عن كل جرائمهم المعلنة والمصورة والموثقة. وأكثر من هذا أن التقرير يتعامل مع هذه الميليشيا المحتلة والمغتصبة وكأنها كيان شرعي معترف به دوليا. قصور التصور وقصور الفهم أدى بشكل طبيعي إلى قصور في المعالجة، وما بني على باطل فهو باطل، هذا من حيث المبدأ العام. والراصد لمواقف المبعوثين العامين وبعض المؤسسات التابعة للأمم المتحدة وبياناتهم وتقاريرهم يكتشف بسهولة أنهم يعيشون في عالم آخر غير الذي يراه الناس وتنقله وسائل الإعلام بشكل يومي من قلب اليمن، فضلا عن أنه سيكتشف جهلا مريعا بصراعات المنطقة أو تجاهلا مقصودا لها. فمجرد اعتقاد أن ميليشيا الحوثي هي جماعة يمنية وطنية هو وهم كبير وتضليل أكبر للرأي العام الدولي، وهي بنفس ذاجة وقصور من يعتقد أن حزب الله اللبناني الإرهابي لبناني وطني فحسب ولا علاقة له بمشاريع إيران التوسعية. المنطق الذي بني عليه التقرير يتجاهل ثوابت أساسية في فهم الصراعات الدولية، ولو أن كل جماعة إرهابية سيطرت على عاصمة أصبح لها الحق في اعتبارها كيانا دوليا معترفا به لانقلب العالم الذي نعرفه رأسا على عقب. فهل لو سيطر تنظيم داعش على دمشق سيتعامل مع الأمم المتحدة على أنه كيان شرعي؟ وهل لو سيطر تنظيم القاعدة على بغداد سيصبح كيانا شرعيا؟ حاول التقرير التغطية على التحيز الظاهر فيه بلغة الجمع التي يراد بها التزين بمظهر الحياد الجميع مذنبون أو نحوها من الألفاظ والمصطلحات، وهذا جور ما بعده جور. فالتحالف العربي دخل المعركة في اليمن لمواجهة المشروع الإيراني الطائفي الإرهابي للسياسة التوسعية وبسط النفوذ المنافية لمبادئ الأمم المتحدة، وهو المشروع الذي ينتهك سيادة الدول ويتدخل في شؤونها الداخلية عبر الميليشيات والتنظيمات الإرهابية وينشر الخراب والدمار حيثما استطاع. فنزع هذا البعد والتغاضي عنه يحكم على التقرير بالانحياز والميل لكفة دون أخرى. الحروب ليست نزهة ولا تقريرا ولا بيانا، هي آخر الحلول وأقساها، ومن هنا جاءت القوانين الدولية الحاكمة للحروب والمنظمة لها، وهي التي راعاها تحالف دعم الشرعية بكل حرفية. أخيرا، فإن الحديث طويل حول الخلل الواقع في كثير من المؤسسات الدولية وعدم قدرتها على اتخاذ المواقف الصحيحة لأسباب متعددة، وسيكون هذا التقرير المنحاز إضافة إلى ذلك الخلل الذي يجب رتقه. موقع العاصمة أونلاين نشر مقالا للكاتب الصحفي المتخصص في الشؤون الاقتصادية محمد الجماعي، مقالا تحدث فيه عن الاقتصاد الوطني واجتماع الرئيس هادي بمستشاريه. لأول مرة يتحدث الرئيس هادي عن استئناف تصدير غاز مارب من ميناء بالحاف، وفي اجتماع رفيع المستوى بحضور النائب ورئيس الوزراء واللجنة الاقتصادية يبدو أن وضعا جيدا أتاح لقيادة الشرعية الحديث عن أدواته الاقتصادية وبهذه القوة. الغاز المسال يمثل 40% من الناتج المحلي ونحو 70% من الموازنة العامة للبلاد، هذا المورد وحده كاف لإعادة الأمور إلى نصابها في الوقت الحالي، بالإضافة إلى عوامل أخرى تتعلق بفك الحظر عن حسابات اليمن في الخارج وبدء سريان العمل فعليا بالوديعة السعودية. لماذا يتحدث الرئيس هادي اليوم عن الخطوات التي كان من المفترض تفعيلها منذ بداية التحرير؟ الجواب: لا أحد يعلم كم كان الثمن الذي كان على الحكومة والشعب أن يدفعوه حتى يتم تمكينهم من أدواتهم الاقتصادية، لذلك لا أحد يعلم الجواب سوى الرئيس ونائبه ورئيس حكومته والراسخون في علاقات الحرب والسلام. نحن كشعب يمني لن نتوقف عن الحديث عن إراداتنا ولن نكف عن المحاولة بأدواتنا الاقتصادية، لن نفقد الأمل حتى تعجز الأرض عن ولادة الثمر والزرع والمعادن مختلفة ألوانها، وحتى يكف البحر عن معانقة اليابسة. في حالة كالتي نراها ونعيشها اليوم في الداخل يرتفع الدولار بنسبة 150% أمام عملتنا المحلية، أمر طبيعي في وقت الحروب، وتمرد الحوثيين بما نسبته 60% من موارد البلاد ونأيهم عن الاقتراب من حلول وسط بشأن الاقتصاد ومعيشة المواطن وحقوقه الأزلية. لكن الغير طبيعي أن نرى هذا التدهور في الوقت الذي تمتلئ فيه صهاريج مأرب وشبوة وحضرموت بالنفط الخام والغاز المسال، بينما يتحمل منفذ الوديعة وشحن وميناء عدن كل هذا العبء. الحديث المتأخر للرئيس وقيادة الشرعية عن كل هذه الموارد الطبيعية والجاهزة للاستخدام لن يكون الحديث الأخير برأيي، فلربما احتاج تطبيق هذا الطموح باستخدام الحق الاقتصادي لإنقاذ الشعب
المزيد من الوقت والمزيد من الجهد والتنازلات إن صح التعبير. برأيي أن أشقاء التحالف لن يألون جهدا في تذليل مهمة الشرعية في بسط سيطرتها على الأرض وتحقيق استقرار مواطنيها، ذلك أملنا. إذا ما أحسنت الأخيرة ترتيب وضعها وحركت عجلتها بشكل أسرع وأدق، لا سيما فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي. الكاتب والمحلل السياسي كتب منشورا على صفحته في الفيسبوك كتب يسلم الباكري على صفحته في الفيسبوك، تحدث فيه عن انهيار الاقتصاد الوطني وضرورة أن تتكاتف النخب الوطنية مجتمعة من أجل منع هذا الانهيار. النخب السياسية والاجتماعية اليوم مطالبة بالتوجه نحو الشعب، تحمل معه بعض الحمل الثقيل الذي فاق طاقة الناس على التحمل مع هذا الانهيار المخيف للعملة والاقتصاد. هذه النخب التي جاءت من عمق المجتمع لا يجوز لها بأي حال أن تدير ظهرها له، فالوضع بات على قدر كبير من الخطورة. صحيح أن البلد في حالة حرب مع ميليشيات ظلامية انقلبت على كل شيء وتعمل على سحب كل شيء في هذا الوطن من الهوية والتاريخ والقيم وحتى لقمة العيش وكرامة الإنسان. هذا أمر لا خلاف عليه، ولا خلاف أيضا على أن هناك مشروع وطني مقاوم لهذه الميليشيات، لكن كل هذا لا يعفي الجميع من الوقوف بمسؤولية أمام هذا الوضع المخيف الذي يشكل الانهيار الاقتصادي أحد وجوهه السوداء، بل أكثرها قتمة. لكنه بالطبع ليس الوحيد، فما يجري من تصدع ونحت في مشروع الدولة في المناطق المحررة وجه آخر للمأساة. لم يكن تقرير خبراء الأمم المتحدة إلا إنذار صارخ أن على الشرعية ومؤسساتها مراجعة الأداء السياسي والحقوقي والدبلوماسي والإعلامي لها وتقييمه. من السهل أن نتحدث عن مبررات ولن يكلف التبرير الكثير من الجهد، لكن النتيجة والمحصلة ستكون مؤلمة، وخير لنا جميعا أن نتجرع مرارة الدواء على السير خلف الوهم القاتل. بينما يقف الشعب عاجزا حائرا غارقا في هم لقمة عيشه، تقف النخب هي الأخرى عاجزة عن الكلام كعجزها عن الفعل، وهنا جوهر المشكلة وروحها. في عدن العاصمة الوضع أسوأ من سنية الوحدة والتشطير والاستعمار مجتمعة، فقد اجتمعت كل مساوئ تلك المراحل معا لتصنع مشهدا مرعبا للغاية. في تعز روح الثورة والمقاومة وهي تناضل لترفع راية الوطن، تطعن في الخاصرة من قوى الإرهاب، لكنها لا تستسلم للمكر وتقاوم بكلتا يديها الإنقلاب والإرهاب. هذا المشهد بكل هذه التعقيدات لا يحتمل الصمت، بل يحتاج إلى تقويم بالقدر الممكن والمتاح، فكلما ازداد العوج صعب تقويمه. الكاتب عبد الله الحرازي كتب منشورا على صفحته في الفيسبوك، تحدث فيه عن أولئك الذين يحملون ثورة 11 من فبراير تبعات ما يجري، متناسين أن الثورة كانت نتيجة لسبب. يقفز البعض بخفة وحمق واستغبال تحميل ثورة 11 فبراير 2011 مسؤوليات مآلات الأحداث في اليمن. هذا البعض وجد أمامه صفحة فيسبوك وأغلق صفحات التاريخ وقبله عقله، وأخذ يردد كلمتين كالبغبغاء. الثورة لم تكن سبب، بل نتيجة لفساد وقمع وفرض مشاريع غير وطنية وخيار أخير ومر لنضالات سليمة سبقتها بعشر سنوات من أجل إصلاح الأوضاع. عودا فقط إلى تاريخ 2006 وما بعده، ودورات وجولات التفاوض مع نظام صالح من أجل إصلاحات حقيقية تجنب البلاد المنزلق الذي أوصلها إليه خبث ومراوغات وفساد وجرائم نظام صالح. على سبيل المثال، استغرقت مفاوضات تعديل السجل الانتخابي المزور والمطالبات بإصلاحات اقتصادية وسياسية وأمنية حقيقية بين أحزاب المشترك ونظام صالح أربع سنوات برعاية الاتحاد الأوروبي، وتم تمديد فترة مجلس النواب مرتين لتحقيق هذا الأمر. وفي النهاية قال: طز فيكم، أنا الدستور والقانون والدولة، سأذهب إلى الانتخابات منفردا. ثم هبت نسائم الربيع العربي لتجتاث كل الأنظمة الفاسدة المتكلسة. لم يكن أحد يرغب بالثورة، من يصنع الثورات في الحقيقة هي جرائم وفساد الأنظمة لا غير. دعكم من السطحية والبلادة والضحالة. الكاتب الصحفي كمال السلامي كتب منشورا على صفحته في الفيسبوك، تحدث فيه عن انهيار العملة بين الاقتصاد والسياسة. كالعادة سيتم التركيز على الجانب السياسي وإحالة مشكلة انهيار العملة فقط على فشل الحكومة، ومن ثم سيكون هناك مطالبة بإقالتها. بالتأكيد هناك خلل كبير في الأداء الحكومي، لكن المسألة الاقتصادية لا تحتمل المزيد من التعقيدات، لأنه في حال لم يكن هناك معالجة موضوعية ودراسة دقيقة للأسباب ووضع المعالجات المناسبة سينهار كل شيء،
ولن تتمكن أي حكومة سواء الحالية أو تلك التي سيتم تشكيلها في حال حصل ذلك من وقف ذلك الانهيار. إحالة أزمة العملة على الأداء الحكومي قد لا يكون دقيقا، كما أن إقالتها في ظل هذه الظروف قد لا يكون حلا، بل سيتسبب في تعميق الأزمة السياسية، بينما لن يقدم أي معالجة لمشكلة انهيار العملة. أزمة العملة تحتاج دراسة اقتصادية عاجلة يجريها خبراء قادرين على تشخيص الأسباب ووضع المعالجات الإسعافية والبناء عليها لإيجاد حلول مستدامة. أما أن ننجر وراء المطالبات بتغيير الحكومة فهذا ربما خطأ جسيم قد ندفع ثمنه سياسيا ولن نجني شيئا من الناحية الاقتصادية. الدكتورة خديجة عبد الملك الحدابي رئيس مؤسسة شهيد في تعز كتبت منشورا تحدثت فيه عن أسباب خروج تعز في مظاهراتها. الوضع لا يحتمل يا حكومة، لهذا خرجنا اليوم. في بعض حارات المدينة العصابات الخارجة عن القانون تغتال أمن المدينة وتفتك بأرواح أبطال الجيش الوطني وتتسبب في قتل الأبرياء، وفي البيوت جوع وفقر وقلة حيلة. لا قيمة للريال اليمني، صارت العديد من الأسر تختصر الوجبات إلى وجبة واحدة لعدم قدرتها على شراء القوت الضروري. سواحل اليمن معطلة، نفط اليمن لا يصلنا خيره، ومدينة المثخنة بأوجاعها الداخلية ما تزال تحت نيران المعتدي من تباب أطراف المدينة ومعسكرات الميليشيا دون دعم للتحرير، بل إشغال للأبطال وإرباك للجيش. كمال البعداني كتب تغريدة له في صفحته على تويتر تحدث فيها عن شهر سبتمبر وما الذي يمثله بالنسبة لليمنيين. مهما كانت الظروف إياكم أن تنسوا أنكم في شهر سبتمبر العظيم، وفيه يوم 26 سبتمبر أعظم أيامنا الوطنية على الإطلاق، تاريخ ذكرى إسقاط الإمامة والكهنوت والسلالة والخوف والمرض. سلام الله عليك يا سبتمبر العظيم. الناشط نشوان عبد الباقي كتب تغريدة في تويتر تحدث فيها عن المعالجات التي وضعت حتى اللحظة لحل مشكلة الاقتصاد الوطني. كل ما يقال عنه من معالجات ما زالت حتى الآن في دائرة الكلام للفعل، وهي معالجات سطحية لا تعالج لب المشكلة وأصل الكارثة وصعبة التطبيق في ظل واقع معقد وسيطرة الميليشيات المنفلتة على أكثر مناطق البلاد وتعدد الولاءات للخارج وضعف سلطة الدولة. بهذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، وحتى الملتقى أستودعكم الله.